مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في سيدني. في 2015 الحكومة الأسترالية بدأوا يحكوا عن شغلة اللي هي استخدام كلمة كنيديان. بما معنى السيء اللي بيستخدموه كانوا في السلانج الأسترالي. كلمة كنديان يمكن، والكنديين كلهم بشكوا انه حدا، احنا معروفين في كندا بانهم نايس وجنتل، ويمكن يكون سربرايز لأي واحد كندي انه هاي الكلمة كنديان تعتبر كلمة سيئة في قاموس احد اي دولة في العالم، وبما فيها انه احنا استراليا وكندا اصدقاء واحباء وكومنولث. لكن للأسف كانت تستخدم هون في أستراليا بمعنى stupid أو سيء، لما you are Canadian يعني أنت you are stupid. ففي 2015 قاموا بحملة على الموضوع وأنهوا استخدام هذه الكلمة، وحكوا أنه no tolerance، ما حيتسامح أي واحد. بدأ استخدامها طبعا من 1970 تقريبا، لما صاروا يحكوا أنه أي واحد عنده بلاهة أو إشي زي هيك يسموه كنديان. طبعا وزير الهيريتج الأسترالي اللي هو داني كينغ حكى إنه it's pretty harsh to be called a Canadian here. ف يعني هذه ببين لك ما شو كان تأثير هاي الكلمة. وبرضه حكى داني كينغ في وقتها إنه إذا بدنا if we want to call somebody stupid we have to call him stupid, no way to call him Canadian anymore. وأوقفوا استخدام هذه الكلمة نهائيا. طبعا الحمد لله إنه إحنا في كندا طيبين وقلبنا مع طيب، وانتهى استخدام هذه الكلمة، وإن شاء الله ما يستخدموها في أي مكان تاني ونضلنا محبوبين عند الجميع. السلام عليكم. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.